وصلنا لمحطتنا الحوارية الثالثة اللي رح نحكي فيها عن يوم المسرح العالمي في 27 من شهر آذار. هو اليوم العالمي للمسرح، فهو تقرير سنوي تكتب كلمة لأحد المسرحيين لتلقى على كافة المسارح العالمية كاحتفالية وتحية للمسرح في عيده. وألقت الكلمة الفنانة سميحة أيوب، وكان لمحافظة اللاذقية احتفالية خاصة، فقد ألقيت الكلمة وقدمت مسرحية حملت عنوان سبق صحفي. هذه المسرحية كانت من إعداد أو من تأليف ممدوح عدوان وإخراج نضال عديرة، بالإضافة العديد من الممثلين. ويسرنا أن يكون معنا أحد أبطال هذه المسرحية، يقين زنيبي. أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية ورمضان كريم. أهلا وسهلا فيك ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. أهلا وسهلا. يسعد صباحك يقين. يسعد صباحك. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك. يقين، بداية خلينا نحكي عن خصوصية اليوم العالمي للمسرح بشكل عام وبالنسبة ليقين بشكل خاص. هلا يوم المسرح العالمي هو فعلا يوم عالمي بالنسبة للمسرحيين اللي فعلا بيقدسوا شيء اسمه خشبة مسرح. ما لنا غير هذا النهار نحن من كل السنة انه نحن فعلا نحتفل بشيء اسمه مسرح. لانه المسرح هو عبارة عن قبل الفنون، شامل لكل شيء. منه طلعت الموسيقى، منه طلع الرقص، منه طلع التمثيل، منه طلع الشعر. فاليوم يوم اللي بيكون عندك انت هي الفعاليه اللي هي بنفس اليوم عالميا يحتفل بهذا العيد، فهو انجاز كثير كبير. انه انا بعرف حالي اليوم في الي شريك اللي هو من برا البلد مسرحي، ولكن يحتفل بنفس العيد، يحتفل بنفس اليوم وبنفس التوقيت. انه نحن خلص نتفق على المناسبه تماما، هي موجوده كلمه يعني صار طقس او تقليد سنوي. تقليد سنوي كطقس، اي. والكلمه هي تترجم عالميا. صحيح. يعني عالميا وتوزع. يعني انا عم بسمع هاي الكلمه هون بنفس الوقت عم تنسمع بدوله ثانيه وعم تنسمع بارض ثانيه وعم ينشغل فعاليه ثانيه، ولكن نفس الروح. نفس العطاء ونفس الشغف. هلا رحنا بنترجم هيدا العيد المسرح العالمي بالعديد من المسرحيات. ولفتني بهيدي السنه انه سبق صحفي كان لتاليف للمؤلف ممدوح عدوان. يعني هذا احنا دائما كنا نلجا الى المؤلفين الاجانب لنترجمها نحن على الستيج عندنا بسوريا. هيدا الشيء قد ما عمل فارق. الفارق انه نحن عندنا قامات دراميه وقامات مسرحيه وقامات سينمائيه، ولكن قليلا ما نسلط الضوء عليها. يعني نحن اليوم نلجا لكاتب عالمي انه نحن عم نشتغل للكاتب فلان. ما بيهمني انت الكاتب اللي عم تشتغل له، سواء كان على مستوى محلي ولا على مستوى عالمي، هو كممثل ادائك هو اللي بيثبت هذا الموضوع. صحيح. يا انت بتعمل هذا العمل هو التوب، يا انت بتنزل هذا العمل. اذا بيكون فليكن نعتبر عم نشتغل لشكسبير والممثل سيء فبده ينزل العمل. صحيح. على اي بغض النظر من المؤلف او شو الحكايه او هي الرساله. يعني كممثل اليوم انت وبيوم المسرح العالمي، فانت يا بترفع هذا المستوى يا بتنزله. صحيح. بايدك هذا الموضوع. بالنسبه يقين، ما بتتفق معي انه لما بيكون النص محلي من بيئتنا نحن قادرين على تجسيده بحرفيه وبشعور اكثر؟ طبعا. هلا هو المسرح اليوم هو الوحيد اللي مثل ما بيحكوا انه بيعالج قضايا. فمعالجه هاي القضايا يفضل انه تكون محليه، بحكم انه نحن نفس القضايا هي مشاكل وهي هموم مواطن عم يجي يحضر، نحن عم نترجم بس. تمام. صحيح. يعني نحن في مشكله اليوم بالشارع عم نسحب لهي المشكلة، عم ننقل الصورة وعم نوضح هاي الصورة لحتى توصل بطريقة صح. نحن عم نعالج هاي القضايا، هي رسالة. يا بدك تأديها بأمانة يا لا. صحيح. بهمني الرسائل المحلية اللي موجودة عندنا، مشاكلنا نحن، قضايانا نحن، نحاول نترجمها ونحلها على خشبة المسرح. نعم بيكون. يعني دائما يقين المسرح هو الهادف وهو صاحب رسالة. طبعا. ولمسنا هذا الشيء من خلال يعني العمالقة اللي كانوا أبطال على الستيج، وخصوصا على مسرح دار الثقافة باللاذقية أو دار الثقافة في دمشق. هذا الشيء قد ما بيعزز من موضوع أنه فعلا نحن نحترم قضايانا اللي نحن عم نترجمها على أرض الواقع، وعم ناخذ شيء من الواقع لتكون فعلا رسالة لكل المشاهدين. هلا هو هذا الحديث، احنا حكينا ان المسرح ابو الفنون. كثير كبار من النجوم طلعت من مسرح على الدراما وعلى السينما وعلى غيره، ولكن مرجوعهم كان للمسرح. ومن فتره قصيره احنا سمعنا انه في كثير كبار النجوم السوريين رجعوا يشتغلوا مسرح، حتى المصريين، حتى الاردنيين، حتى اللبنانيين، كله رجع يشتغل مسرح. ليش؟ لانه هو في فعل ورده فعل سريعه. بترتاحي نفسيا، انه نحن اليوم عم نصور مسلسل بدنا ننطر لحتى نمنتج لحتى نسمع صدى بالشارع، اكلت وقت.
صحيح. المسرح لا خلص انت في عندك هي القضيه عم تشتغل عليها، عندك شخص عم يتلقى، انت عم تشوف رده الفعل من حديثك، يعني انت حكيت الجمله من هون شفت رده الفعل من هون سواء كانت سلبيه او ايجابيه. صحيح حلو. يقين خلينا نحكي هلا عن سبق صحفي، نحكي عن دورك بهيدي المسرحيه. سبق صحفي اخذ فيها شخصيه الصحفي اللي هو اكل هم انه اليوم عنده تقرير بده يتقدم المساله الجريده. عن شو بده يحكي ما بيعرف، بيعرف انه بده تقرير. هلا هو حديثنا كله بمحور عام انه احنا قادرين نعطي هول للخبر وقادرين نحن نهديها ونعملها بكل بساطه يعني تكون عابره. اليوم الاعلام بشكل خاص هو سلاح ذو حدين، يا بنعرف نتعامل معه صح يا لا. صحيح. اليوم العسكري في سلاحه وبارودته، الطبيب سلاحه وسماعته، الدكتور الصحفي قلمه، الاستاذ قلمه وعدسته. فاليوم انت عم تشتغل كصحفي اليوم في بايدك كاميرا، هي الكاميرا سلاح ذو حدين. صوره هي الصوره، هي المحور يعني انه انا اخذ صوره لشاب وصبيه واقفين بقبال بعض بكتب عنه الخبر اللي بدي اياه. صحيح. سواء كانوا اثنين ملتقيين مع بعض، اثنين شايفين بعض بالسرقه، اثنين بالصدفه بده يتبهدل يعني خلص إن انت شو بدك بتعمل. سبق صحفي عباره عن كلب شارد عض صبيه بالشارع تهجم عليها. تمام. بكل برود بتنحل هاي الحكايه، بتروح الصبيه على المشفى وبيلتقوا بصاحب الكلب وبيحلوا الموضوع. بس على دوري انا لا ما زبط. شو عملت؟ شو عم تعملوا هون وشو عم بصير هون وبتعرفي هذا الكلب لمين وانت صاحب الكلب؟ خلص صار بده يشبك الموضوع. صحيح. بده تقرير ليضرب ترند. نعم. اليوم هو بده خبر يضرب ترند. بيدخل صاحب الكلب، انا صاحب الكلب، انا كذا، مين تدافع عنك يا انسه، فلان دافع عني وفلان كذا وفلان كذا. انت بدك تشعبها زياده. تمام. خلص صرنا نعرف شو عم بصير، احنا كل ما يجي يسكر الموضوع نفتح موضوع جديد، كل ما يسكر الموضوع نفتح موضوع جديد لنوصل لمرحله وين انه انا عندي تفاصيل انه بعد منا عمل كذا وسوى كذا وحكى كذا. وصلنا لمرحله اخر شيء انه هو امريكي والبنت امريكيه، انه نيويوركي ينقذ نيويوركيه من براثم كلب شارد. بيقول لي انا ماني نيويوركي لسه، احسن لسه اجمع، بتضرب ترند. امريكي ينقذ امريكيه من براثن كلب شارد، ماني امريكي لكن شو افغاني. مجرد ما حكى افغاني خلص تحولنا انقلبت الحكايه، انه انت افغاني ايه، شوفوا لي الخبر كيف راح يصير، مسلم متطرف ينقض على كلب اليف في الشارع وينهالوا عليه بالضرب حتى الموت. نحن عكسنا يمكن حسب الحال اللي عندنا، انت حسب الحكي اللي نقال لك انت عدلت بال تماما. هلا هي الحديث شلون بيصير، مو انه هلا نحن عم نحكي على موضوع انه كيف نحن قادرين نلعب على هذا الموضوع ذو حدين. فعلا كيف انه نحن هلا من شوي كان هو بطل. صحيح. بعد ما عرفنا انه هو افغاني نحن غيرنا هي المقوله وتحول لمجرم. ايه. صحيح. طيب هون يعني استحضرتني بسؤال. يقين شو الصح كان؟ هي بالحاله الطبيعيه انت وقعت بهيدي الحاله، انت بغض النظر عن ممثل على الستيج، انت الحاله اللي عشتها ضمن هيدي الستيج بالواقع شو الأصح اللي لازم كان؟ هو هذا الشخص هو بطل دافع عن الصبية، بس أيوة. بحكم إنه أنا بدي شوه هاي السمعة، بدي أضرب التقرير، بدي 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 أعمل فيه أي قيمة، إنه أنا عندي اليوم خبر لازم ينتشر كصحفي. عندي سلاح ذو حدين، فأنا بعرف حالي شو بدي أعمل. عم نلعب على وتر إنه نحن مو كل شيء بتسمعوه هو صح. الحقيقة. صحيح. مو كل شيء عم بصير هو الحقيقة. فاليوم عم بتشوفي هذا الخبر كيف كان وكيف تشوه بظرف ثواني. صحيح. بس بحكم إنه هو ما حكى من وين. إذا المصداقية في نقل الخبر ما كانت موجودة أبداً عندك. تماماً. في سبق صحفي. تماماً. هاي المشكلة تماماً. كانت الموجودة. إذا بنحكي هيك عن بعض الصعوبات والمعوقات اللي واجهتكم بهيدا العمل. هلا صعوبات ومعوقات معروفة، صعوبات المسرح صارت عالمياً. إنه نحن اليوم عندك بروفات، عندك بذل جهد، عندك طاقات بشرية عم تشتغل على مدار ال 24 ساعة، أنت عم تستنفر طاقاتك كاملة حتى تعطي هاي النتيجة اللي هي مدة ساعة أو ساعة ونص. مديرية المسارح والموسيقى اليوم مشكورة أنه هي فتحت باب كتير كبير للشباب أنه تعوا واشتغلوا. أنتوا كشباب اليوم أنا بهمني جدد الدم الموجود على خشبة المسرح. أنا بدي شباب موجودين عم يشتغلوا جديد، بدي عطاء. مديرية المسارح اليوم، مديرية الثقافة باللاتقية، معنا قلبا وقالبا. صار في اجتماع أنه أنتوا عندنا جاينا يوم المسرح العالمي، بدنا نشتغل 1 2 3، جاهزين لهذا الموضوع، قادرين نحمل هاي المسؤولية ولا لا؟ بنشتغل، بننسق، بنظبط أمورنا وبنطلع على الخشبة. حلو.
يقين. هلا رح نحكي عن الكادر والممثلين اللي كانوا معك ضمن هيدي المسرحيه والعلاقه المترابطه لانجاح اي عمل، قد ايه مهم انه يكون فعلا في حوار مسبق وحوار لاحق بين الكادر الموجود بالاضافه لمخرج العمل. مخرج العمل استاذ نضال عديرة، نحب نوجه له تحيه، رمضان كريم. اليوم احنا كفرقه، فرقه اليسار المسرحيه بشكل خاص، بحكي عن حالي ما بحكي عن غيري، نحن روح واحدة وقلب واحد صراحة، نشيل كل شيء على جنب. هلا بيحكوا انه هذا حديث يحكى وانه على الاعلام عم يحكوا هيك وكذا، لا، نحن نزلوا شوفونا على الواقع. يعني نحن اليوم العدد ماني قادر احصر لك عدد المجموعة اللي نحن موجودين فيها لانه عدد كتير كبير. صحيح. والفرقة ولادة، يعني كل فترة نحن عندنا دفعات عم تطلع. شغلنا كله واحد، نحن انسانيا ويوميا نحن مع بعض. يعني انا اليوم مشاكل بيتي بيعرفها فلان، مشاكل بيته انا بعرفها، يعني احنا هيك. يمكن بتقعدوا بالمساء اكثر ما بتقعدوا بالبيوت وبتشوفوا بعضكم اكثر. 24 ساعه بمقر الجمعيه ونحن عم نشتغل، فوقت يجينا هذا العمل ونحن انسانيا مع بعض وروحانيا مع بعض فعاد نرتاح. يعني عم نشتغل هذا العمل واشتغلنا هي البروفات على انه خلص عندنا هذا الشغل بدنا نمشي فيه. ترتاحي نفسيا انك عم تشتغلي مع شخص بيفهم عليك وبيعرف شو وجعك. يعني انا وضعي 1 2 3 خلص صار في، اذا حبيت ارتجل على خشبه المسرح فنحن بنرتجل سوا، ما عندنا مشكله، معودين على بعض، في تفاهم بيناتكم تماما. الموجود معنا بهذا العمل كان الاستاذ بسام سلكان، زينه عساف، براء فارس. بعد كده بنوجه لهم تحيه لكل الكادر الموجود من مسرحيه سبق صحفي. طبعا يعني دائما يقين الفنانين، ومثل ما ذكرت حضرتك انه المسرح هو فعلا ابو الفنون، لكن في كثير من الفنانين اللي كانوا يشتغلوا على المسرح وانتقلوا للعمل بالتلفزيون، لانه بتعرف العمل بالتلفزيون والاضواء والشهره السريعه كثير بتجذب الفنانين، ما بيخطر ببالك انك تترك المسرح وتنتقل فعلا للعمل مسلسلات تلفزيونيه؟ هلا انا في عندي مقوله بضل بحكيها كل لقاء بطلع فيه، اللي بغير اصله ما له اصل. انا ابن المسرح، اطلعت من خشبه المسرح، يعني الي شغف للمسرح ما انه طبيعي. قد ما احكي لك بكون عم بكذب عليك. المسرح اليوم هو قلت لك وسيله تواصل قريبه جدا. صحيح. للمشاهد. صحيح. وهذا الشعور ما بيحس فيه الا ابن المسرح. يعني اليوم كابن مسرح، اي ابن مسرح عم يسمع هذا الحديث بيعرف شو عم بحكي بالضبط. اكيد. بطلع اليوم على كاميرا بدنا نعيد وبدنا نرجع، وانه فعلا السوشيال ميديا اليوم كسرت حواجز كثير كبيره ووفرت. صحيح. وقت كثير كبير. انه كابن مسرح اليوم عم تشتغل 3 شهور بروفات على شهر عرض لحتى يشوفك 200 شخص. هون السؤال يقين، يعني دائما الشاب الطموح ما بيحب يوقف عند نقطة معينة، دائما بيكون طموح خصوصا بظروف الشباب، يعني عم نشوف انه عم بيتجهوا لمحل ثاني يمكن لانه ظروف المعيشة صعبة. اقبال الجمهور على المسرح بالوقت الحالي عم تشوف انه نفس الاقبال اللي كان سابقا، نفس البهجة اللي عم ينظروها للمسرح؟ هلا ليكي المسرح مرت فترة قبل الأزمة، أو قبل الأزمة إيه كان في أوج عطائه. إجت هاي الأزمة وإجانا الحصار الاقتصادي وإجانا كتير شغلات من يعني هي خارجة عن إرادتنا، وحتى الكوارث البشرية اللي صارت فينا اليوم هي طفت المسرح. طفت المسرح بشكل عام، إنه خلص نحن مسرح ما عاد نشتغل، لأنه بده وقت، بده مجهود، بده أي رسالة بدنا نوصلها خلص نفتح كاميرا نشتغل لنا دقيقتين ومنقدمه للجمهور. بعد التحسن اللي صار، لانه نحن اليوم عم نمشي على مقوله الامل بالعمل. صحيح. فانت يوم اللي بترجع بتشتغل، يوم اللي بترجع بتعطي خرابه تكون عندك، انت بترجع بتدخل علي بترجع بتحييه من جديد. صحيح. فما بالك انت عم تدخلي على مسرح، عم تدخلي على شغف. دخلنا ورجعنا اشتغلنا ومشينا، واليوم الجمهور رجع مل من شيء اسمه تليفون. يعني اليوم كل وقتنا نحن اليوم على السوشيال ميديا، انت اليوم بالبيت تكوني قاعده ببيتك في 5 6 فاتحين تليفون عم نحكي مع بعض. صحيح. بس على التليفون. صحيح. فاليوم العالم رجعت حبت ترجع تنزل تلامس الممثل من جديد، ترجع تشوفه على المسرح، تشوفه على الخشبة، تسمعه وتشوفه. يمكن اشتقنا لبعضنا، يعني يمكن في ظروف بعدت كتير من الحب من الألفة بين، يعني اختص السوشيال ميديا أو التليفون اختصد كتير من المسافات، لأنه هلأ صار إني شوفك فيس تو فيس يمكن أفضل شيء. طبعا. يعني يقين أنا هيك لمست من كلامك تعصب واضح للمسرح، لكن ما بتتفق معي انه مثلا الاعمال الفنيه سواء كانت مسرحيه او تلفزيونيه او حتى سينمائيه اذا كانت مستوفاه لكل العناصر هي مشاهده وهي بتكون بتعمل ضجه بتعمل ترند كبير يعني، ولا انه لا بتعتبر لانه مجرد هو مسرح هو اهم من كل الاعمال؟ هلا هو ليكي ابن المسرح قادر يشتغل دراما وسينما. صحيح. وتلفزيون، بس ابن التلفزيون ما هو قادر يوقف على خشبه مسرح. نعم. ابن السينما قادر يشتغل مسرح،
تمام؟ في شروط لازم تستوفيها حتى تكوني بهذا الموضوع. اليوم ماني عم بحكي اني انا ممثل عالمي ولا انه انا قادر قيم ممثل. ان شاء الله توصل للعالميين، ما بينقصك شيء. ايه ماني عم قل لك هيك، انا عم قل لك انه انا شخص اعتبر حالي مشاهد. تمام؟ فهذا المشاهد اليوم اللي بدي اشتغل انا اليوم دراما او سينما او تلفزيون، انا بعيد كل البعد. ليش؟ لانه البعد الجغرافي عن العاصمه هو اللي عم يخلينا نحن نحد. نحن ما بنسمع بالمسلسل الا اذا كانت طالعه دعايته على رمضان، او اذا كان عندك علاقات شخصيه قويه ان هي تربطك بكادر العمل حتى يكون لك يد بالموضوع. لكن في حال تم عرض عمل عليك وشفتوا انه هيدا العمل فعلا لفتك وشدك، انت مستعد لانه تقوم به؟ حتى رمضان شغل رمضان اللي صار عندنا هذا، انعرض اكثر من عمل ولكن لاسباب مجهوله كان عندنا نحن تقييد بالادوار. انه انت عندك 1 2 3 عليك تختار من هدول، مو انه نحن في شخصيه رئيسيه وعندك شخصيه محوريه، لا. صار في مساعدات وصار في شغل اليوم وشفنا اعمال كثير جديده ونحن منكرس هذا الموضوع وكثير حبينا هذا الجو. انه اليوم بلدنا رجعت وعم تعطي، وهي فعلا ما راح اقول غير اليوم رمضان هو برعايه سوريا. نعم. برعاية الدراما السورية كان كثير حلو. صحيح. ويعطيك العافية يقين، وفي العام وانتو بخير بمناسبة يوم المسرح العالمي. تسلمي. بالإضافة لرمضان كريم عليك، وإن شاء الله قادم الأيام تكون حاملة لك كل الخير. تسلمي. يعني شاهدنا روح الشباب بكل مفاصل حياتنا رغم كل الأزمات، شفنا الشباب قديف يعني انتو بنات المستقبل، ومن خلالكم عماد المستقبل اللي رح تتجدد في سوريا. تسلمي. نورتنا وكل عام وانتم بخير من جديد. يقين شكرا لوجودك معنا، وان شاء الله يا رب هيك بنشوفك نجم مسرحي عالمي. يسعد روحك. تسلمي.